راحت العربية راحت. خلاص بقى يا بولو، فداك ألف عربية. وبعدين كويس إنها جت في الصاج. يا ريتها جت فيا ولا جت في الصاج، يا ريتها جت فيا أنا ولا جت في الصاج. بعد الشر عليك يا حبيبي. خلينا بقى نتكلم في المهم. أنت هتيجي تخطبني من بابي إمتى؟ نعم أرحمك، أخطبك إيه مال خطبك؟ وبابي؟ بابي مين؟ أنت مش أبوكي ميت؟ بعد الشر علي يا بولبول، دي مامي هي اللي ميتة. مامي هي اللي ميتة؟ أنت متأكدة إنها ميتة؟ هزيتيها كويس لحسن تكون نايمة ولا حاجة؟ أنا فاكر آخر حاجة كانت نايمة. نايمة ولا ميتة؟ لا ميتة. تكون يا بلبل الخبطة أثرت على دماغك، ولا أنت بقى بتتهرب ومش عايز تيجي تخطبني؟ يا ستي لا، يا ستي لا، يا ستي لا. طيب أنت قلتي لأبوكي اللي هو لسه عايش ده إن أنا فاقد الذاكرة؟ أيوه طبعاً قلت له، وأنا أخبي عليه حاجة زي دي يا بلبلي؟ بلبلك؟ مش بلبل حد. ياسمين اتأخرت كده ليه؟ انا اصلا خلصت جري. مش مشكلة، انا تيجي معايا، ده انا معايا كتير جدا. يا سلام، ومالك بقى تعبان كده ليه؟ انا باجي من بيتنا تعبان اصلا. بقول لك ايه، ماما عايزة تقابلك. طبعا يا سلام، اوكي ايه المشكلة؟ ماما مين؟ انت مش امك ميتة؟ فلا الله ولا فعلك يا اخي، بعد الشر ده بابا. واضح ان موضوع الذاكره ده بدا يتطور وحالتك بقت خطر قوي يا بلبل. انت صعبان عليا قوي. طب بقول لك ايه، انت قلتي لمامتك الله يرحمها عن الموضوع اللي بينا، يعني قلت لها ان انا عايز اخطبك؟ لا حول ولا قوه الا بالله يا بلبل. يا حبيبي احنا مخطوبين اصلا. يا عيني. امتى مخطوبين؟ ايه، استني بس تيجي تقولي كلمتين وتمشي. خطبنا امتى؟ انت كل شويه هتقف، مش كفايه بتنسى؟ ايوه مخطوبين. يلا مخطوبين. طب المرحومة ما قالتليش عايزاني في ايه؟ لا، لما تقابلها انت ان شاء الله هتبقى تقول لك هي عايزاك في ايه بالظبط. في ظروف واحد زي حالاتي كان فاقد الذاكرة قبل كده، كان الطبيعي والأقرب ان انا اشك في ذاكرتي وما اشكش فيهم، وهو ده اللي حصل. ويا ريتني ما سمعت كلامي. ايه؟ مالك؟ عملت بحلق فيا كده ليه؟ طب هي مامتك اللي هي تخينة كده وسمينة كده شوية من تحت، ها؟ على شكل هرمي كده شوية. هي صح. آه. ايه يا بنتي؟ قومي هاتي الشاي من على النار. حاضر يا ماما. حبيبتي طولتي ما شاء الله. طولتي وهدومك اسرت عليكي. اهلا يا بولبول. اهلا يا طنط. طب مامي هو السكر فين؟ يا سكر؟ ايه السكر اللي انا فيه ده؟ نبيل برضو مش كده؟ أيوة. نبيل برضو مش كده؟ أيوة أيوة. أيوة كده، علي صوتك شوية. هو ده بقى بلبل يا بابي اللي حكيت لك عنه. أهلا بلبل. أهلا أهلا، نور يا بلبل. يا بنتي بتجيب لنا حاجة نشربها. السكر هتلاقيه عارفة في الدور. راح فين يا ابني؟ لا السكر فين؟ السكر دمه خفيف. سكر. على فكرة أنا سألت عنك وعرفت انك شاب ممتاز ومثقف وواعي كمان. مشكلين قوي يا عم، ربنا يخليك. وعشان كده بقى الحقيقه انا يعني كنت جاي عشان اللهم صل على النبي اتقدم، لان انا بصراحه يعني معجب معجب بيها باللي شايله الصينيه دي. المهم الدكاكه القصيره اللي كانت راحت فين؟ هي دي بنت حضرتك صح؟ أم الصيدة من البحر. مش هقول لنفسي يعني صح، يعني صيدة من البحر.
لا اهي 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 مدككه اهي والله اهي. طب قوم بس قوم بص هوريها لك اهي اهي. اقعد يا بلبل. الو هيا هلا موبايلي؟ لا انا قفل ما بعملها ما بعملش حاجه هلا. كنت بعوم في الصاله شويه. الشقه بتاعتي غرقت يا هلا. ما اعرفش في ماسوره ضربت ولا نسيت حنفيه مفتوحه ولا ايه. سيبيني يا هلا سيبيني سيبيني في الغرفه. هو لا يا عم اسمح لي اتفضل يا سمحت لو سمحت اتفضل يا بول بول. طيب راح 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 مش عايز انط. لو بتحبني تنط هيفرق معاكي. خسرت كل حاجه. عارفه انا اصلا ما حبيتش هالة ولا حتى حبيت اسمي. انا ما حبيتش حد فيهم خالص. انا غلطان من الاول. انا كنت عايز سوبر وومن بس انا اصلا مانيش سوبرمان. انا مش سوبرمان انا حماده. سوري ده مش بتاعي ده بتاع سوبرمان كان جاي بايت عندي مره ونسي ياخده فقلت يعني اغسله وارجعه. طب استنى نرجع لك تاني. طيب اوكي. تلبسته ما كانتش شافته. فار امل في فار جاي يلعب كره في اوضتي. الفار هو يا امل الفار مسكتوه مسكتوه ها ابن الكلب مسكتوه فين ده لقيتوه في ايه. ما تخافش ما تخافش خلاص يا بلبل انا بخاف.
خايف، انا بخاف والنبي عمل بديه عني. خلاص بقى يا بلبل، ما انا مسكته هو، ممكن تقعد. طب خلاص بقى بلبل. نعم. انت طول الفتره اللي فاتت دي كنت بتتكلم وانا بسمعك. ممكن تسمعني بس 5 دقايق؟ ماشي، بس ما تطوليش عشان بجد انا ما. حاضر. انت عارف مين اللي جابك هنا المستشفى؟ العزاف اكيد. لا. المطافي؟ لا. الفار؟ مين يا امل؟ خلاصي. هلا وياسمين هم اللي جابوك المستشفى. هلا تبقى صاحبتي الانتيم. هلا حكيت لي على كل اللي عملته فيها وفي ياسمين وكرهتك معاهم، عشان كده كنت بحاول اذيك واضايقك، وطبعا ده بعد ما كانوا اتفقوا عليه. يعني الفار ده قريبك؟ ومضرب الدبان اللي كنت بتنزلي بيه على قفاه؟ ده انت طلعتي عيني وزلتيني علشان تلفيلي سجارك، كنت قصدك؟ بس والله لما سمعت الحكايه منك تعاطفت معاك، عشان هم ما حكوليش هم عملوا فيك ايه، وده انا عرفته منك وصدقتك، خصوصا اني اتحطيت في نفس موقفك ده. اصل انا بتقدم لي 2 مش عارفه مين مواصفاته انسب، مش عارفه اتجوز مين فيهم. بص يا عمل، انت ست طيبه، وانا يعني هنصحك نصيحه عشان ما تتحطيش في نفس اللي انا اتحطيت فيه. ماشي، انا هسالك سؤال. تفتكر يا أمل النخلة أطول ولا القطر أسرع؟ دي حاجة ودي حاجة، ما ينفعش تقارن ما بينهم. يبقى تتجوزي اللي بتحبيه يا أمل. وبالنسبة بقى السؤال اللي أنا سألته ده ليه إجابة تالتة خالص، البحر أوسع. أخرب بيت جمل. مش كنت تستنى بس لغاية ما صباعك ده يخف؟ صباعي ده؟ آه. خدي. أعمل بيه إيه؟ تلبسيه؟ بقى لي شهر لابسه، زهقت منه. مش عارفه ليه ببقى مبسوطه وانا معاك. طب وبالنسبه لهاله صاحبتك الانتيم، ايه الاخبار؟ لا ما هي خلاص خسرت. لا واطيه ما عندهاش حق، صدقي. مش كده والنبي. وانا طب بقول لك ايه؟ انت بتحب الرقص؟ رقص؟ رقص في الكاميرات يعني؟ ايه ده؟ لا طبعا. امال ايه؟ رقص التانجو. تانجو؟ انت بتحبي التانجو؟ جدا. عم ايوب كويس ان انا لقيتك لسه عايش. ازيك عم ايوب؟ ازيك انت؟ انا تمام الحمد لله. بقول لك ايه، انا جالك في حاجه مهمه، عايز كتاب عن البانجو. البانجو؟ اه. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. حسيت بالذنب الرهيب ناحيه انا، بس اعمل ايه؟